هقول لكم على حاجة نتفق عليها من أول الفقرة كده، إن مهما اتطور الإعلام المصري وزادت قنواته بقى وبقت العدد زي ما تقولوا، هيظل طبعا يعني احنا بنسعد بالريادة المصرية عربيا، لكن لازم نفتكر الأصل، نفتكر الأب الحقيقي الشرعي لمنظومة الإعلام المصري، ونفتكر مصنع الإعلام والإعلاميين ومدرسة الإعلام العربي ماسبيرو. لو قلنا ماسبيرو كده لازم نفتكر ناس معينة كده بالاسم، في جيل كامل من الإعلاميين اللي عملوا مخنا، اللي عملوا ذكرياتنا وأثروا فينا، أسماء كتير الحقيقة، مش عايزين نقول حد وننسى حد من جيل العظماء من العصر الذهبي لماسبيرو، لكن أميزنجلي النهاردة معانا واحدة من دول بقى، من سيدات ماسبيرو ومن قادتها كمان، واحدة من النجمات بتوع الإعلام اللي محفورين في ذاكرتنا ببرامجهم بصوتهم بكلامهم، منورانا النهاردة، ومجرد ان احنا نذكر اسمها اعتقد ان هي لوحدها بتقدم نفسها، الإعلامية الكبيرة القديرة الأستاذة سوزان حسن. اهلا بيك يا دينا، منوره الدنيا يا دندونه. انا مجروحه طبعا، شهادتي في الموضوع، زملاء ورئيستي وحبيبتي وكل حاجه، شريف ايه منوره ايه ودينا ما شاء الله. قاعدين قدام حاجات كتير، حاجات كتير قوي. بس قبل اي حاجه، دايما بحس ان لما حد بيشتغل وبيبقى عنده كارير كبير وياخد بريك ويرجع استوديو بقى تاني، يرجع بقى كضيف او يرجع كمذيع، في احساسين، في حد يقول لك يعني خلاص بقى ما كنت صدقت، مش قادر اشوف سبوت في وش، وفي العكس انه اول ما يخش الاستوديو يحس ان هو في بيته، يحس ان هو. حضرتك حاسه بايه فيهم؟ لا بيتي بيتي ونص طبعا مش حاسه انه خلاص بقى خلاص؟ لا طبعا طبعا طبعا، دي حياتنا. صحيح. حياتنا صحيح. طبعا صحيح. طبعا حتى لو بعدنا عنه حبه، خصوصا ان احنا من بدايتنا على طول، يعني انا طالعه من الجامعه عليها على طول على التلفزيون خلاص، فبقى عالم بقى يعني. مدام سوزان، فاكره وقت افتتاح مدينه الانتاج الاعلامي؟ طب وفاكره الرحله اللي طلعناها كلنا من التلفزيون ونبص على الاستوديوهات الجديده، وانت داخله مدينه الانتاج الاعلامي النهارده وبتبصي عليها كده وعلى قنوات صدى البلد ومش عارفه مين ومين ومين، حاجات كنت متخيله ان ممكن المدينه دي توصل؟ لا لم اتوقع فعلا. ليه؟ لا يعني لا، اصل ده مدى زمني طويل، يعني كان حدودنا كده يعني اعداد صغيره وبنشوفها وكده، لكن طبعا احنا سعداء بالكم الجديد اللي له بقى طبعا حاجه تانية مختلفه، لهم هيبقى طريقه يكلموا جمهورهم غير اللي كان بيتعمل قبل كده وهكذا. يعني حضرتك شايفه التعدد والانفتاح ده ازاي؟ يعني الكثره دي ازاي؟ شايفه ان هي حاجه ايجابيه للجمهور انه بقى يقدر يختار ما بين الاف القنوات، ولا حاجه سلبيه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سلبيه، حتى لو انا شايفه حاجه سلبيه ممكن تتصلح، ممكن تتحقق، ويبقوا عارفين الناس، بس كل الواحد نفسه الكم ده كل واحد يبقى يعمل حاجات خاصة قوي قوي قوي، بحيث ان الناس ما يبقوش كلهم زي بعض.